هذه المعلومة خطيرة. أنا أعتقد قبل أن ينتصر الكيان الصهيوني وأمريكا على يعني قتاليا على محور المقاومة، هو انتصر إعلاميا ووعيا من الناحية التوعوية. والتوعوية نعم انتصر كثيرا بصورة كبيرة على الرأي العام العربي للشد. يعني أوهن هؤلاء بأن الكيان الصهيوني وأمريكا أقوياء ويدمروا ويعملوا كل شيء. أنا أوعد ضيفك الكريم إن شاء الله في حلقة قريبة إن شاء الله، وسنرى كيف يمرغ أنف الصهاينة والأمريكان في المنطقة. أنا أسأل كيف يا سيد أمير، أنا أسأل كيف. لا أقول كيف، لكن أوعدك قريبا سأحضر مع ضيفك الكريم السيد مجاهد وحتى ضيفك الأمريكي، وسنرى ماذا ستفعل أمريكا والكيان الصهيوني أمام الرد اللي سيأتيهم إن شاء الله قريبا من كل مكان. فلذا أنا أعتقد هل إيران يا سيد أمير، هل إيران هي التي ستقوم بالرد المباشر بأسلحتها المباشرة على الكيان الصهيوني، أم سيكون الرد من خلال فصائل محور المقاومة؟ الرد سيكون إيرانيا بامتياز وقويا ومن كل مكان، وسنرى قريبا إن شاء الله. ليش؟ لأنه في الحقيقة اليوم الكيان الصهيوني انتهى، الآن في المغذي هو. طيب، لا ترى البلطجة الذي يعملها بسبب الإعلام والتكثيف اليوم الآن حزب الله مرغ أنفه في شمال فلسطين المحتلة وبعض المناطق الأخرى، لكن وسائل الإعلام لا تعكس ذلك، فقط هم يركزون على طيب القصف. يا أستاذ أمير، أنا لا أشكك فيما تقوله أنه إيران ستقوم بضربة لإسرائيل. إذن إيران وقد عدت العدة لحرب مباشرة مع إسرائيل، وقد تشمل المنطقة بأكملها، وليس مع الكيان الصهيوني فقط، وإنما مع كل من يقف مع الكيان الصهيوني. هناك ترتيبات تمت، يعني تقصد الدول المطبعة، وستكون مفاجأة عظمى للمنطقة والعالم كله. يا أخي، الأمة الإسلامية والأمة العربية تمتلك من قدرات كبيرة جدا وهم ماسكين الأرض. هؤلاء فقط يقومون بالإجرام ضد الأبرياء وعندهم المكنة الإعلامية. يا سيد أمير، هذه المعلومة خطيرة. هل إيران وقادتها والمرشد الأعلى قد شكل تحالفا مع أصدقائهم في هذه الضربة، وليكن روسيا ولتكن الصين ولتكن تركيا؟ اتخذ قرار مهم جدا في طهران أول أمس، وسيرى العالم ماذا سيحصل في المنطقة والعالم. هؤلاء سيمرغ أنفهم في الأرض وسيمحوا من الوجود إن شاء الله، وقريبا ليس بعيدا، وسنحضر في برنامجك أستاذ نجم ونشرح القصة ماذا حصل. يا أخي، الإعلام مضلل، وهؤلاء فقط الآن يتبجحون بإجرامهم اللا إنساني فقط. الأمريكي والصهيوني ماذا عملوا في غزة؟ ماذا حققوا؟